السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي. نتمنى تهدوا وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم السلطه ديال المعكرونه اللي كتجي بنينه ولذيذه. كنتمنى تجربوها ودنا الاحسان ديالكم، كذلك تبارطاجوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. ولا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساونيش باللايكات ديالكم، كذلك الاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي كيشاهدوا القناه لاول مره. نخليكم مع المقادير والطريقه ديال التحضير. غادي نبدا معكم الطريقه والتحضير في آن واحد. في واحد الطنجره وضعت الماء باش يغلي. بالنسبه لنوعيه المعكرونه انا كنتوفر على هذه النوعيه، هذه يمكن تستعملوا اي نوع ديال المعكرونه اللي كتفضلوها. من بعد ما غلى الماء في واحد الطنجره وضعت فيها واحد الملاعق ديال الزيت، وغادي نضيف لها المعكرونه، وعندي فلا نصف ملعقة ديال الملح. بالنسبة للملح الحسب الذوق ديالكم دائما. في واحد كسهول وضعت البيض باش يتسلق. بالنسبة للمعكرونة خاصة تبقى واقفة ملي كطيب، ما كتجاوش شي واحد 6 حتى 7 دقائق. على هاد الشكل هذا كتجربوا واحدة، ملي كتقسم معكم كتكون طابت. كنقوم بالغسل ديالها بالماء، كنكب عليها الماء بارد باش ما كتزيدش في الطهي ديالها. بالنسبه للبيض من بعد ما تسلق الان كنقوم بالتقشير ديالو. بالنسبه للبيض قشرتو كيف ما كتلاحظوا باقي سخون. عندي هنايا جوج ديال العلب ديال الحليب اللي غنقوم بالتقطيع ديالهم على الشكل هذا كيف ما تلاحظوا، وغادي نقوم بالتزيين ديالهم بالطريقه اللي غتلاحظوها وتشاهدوها الان. باش نزين البيض على السلطه ديالي على شكل قالب. قطعت القوالب ديالي، الان خديت البيضه وهي مازال سخونه ضغطت عليها على هذا الشكل هذا باش تاخذ لي الشكل ديال القالب اللي وضعته فيه. خديت واحد القلم رصاص غطيته بابي الومنيوم وضعته في وسط البيضه على هذا الشكل، ضغطت عليها غير بشويه باش ما كتهرش معانا البيضه. وغادي نقوم تلصيق الجوانب على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا. ماشي ضروري يكون عندكم لصاق، يمكن تستعملوا اي نوع من القومه تديروا بها الجوانب ديالكم باش كياخذ البيض الشكل ديال العلبه كيف ما كتلاحظوا على هذا الشكل هذا. نعاود معكم واحد البيضة أخرى باش تزيدو تفهمو جيدا الطريقة. كيف ما كنوضع البيضة كنحاول نضغط عليها باش تاخد الشكل السفلي، كنوضع على القلم الرصاص. يمكن تستعملو أي حاجة تقدر تعطي لكم الشكل ديال الكراسون من الوسط. غنقوم بالغلق ديال الجوانب جيدا، وغادي نستمر بنفس الطريقه ديال البيض حتى نساليهم. وغادي نوضعهم في الثلاجه لمده ديال ربع ساعه حتى 20 دقيقه باش كيبردوا البيضات، وفي نفس الوقت كياخذوا الشكل ديال القالب اللي وضعتهم فيه. الان غادي نمر لتحضير السلطه. بالنسبه للسلطه غادي نحتاج لواحد الخياره اللي مقشره ومقطعه. بالنسبه للكميه ماشي محدوده، على حسب عدد الاشخاص يمكن تستعملوا نصف خياره، يمكن تستعملوا جوج ديال الخيارات، دائما كيبقى على حسب العدد ديال الاشخاص اللي كاينه في المنزل. بعد ما قطعت الخيار
الان اخذت واحد جوج جزرات اللي قشرتهم وقمت بالبشره ديالهم على هذا الشكل هذا. غادي نضيفهم على الصحن ديال الخيار ودائما كنظفوا المكان سطح العمل باش كيكون عندنا المكان نظيف. الان غنضيف الفلافل. الفلافل طبعا كتكون خضراء بلا ما نشويوها لان الخضر هاد السلطه هادي كما قلت لكم مغذيه ومنعشه. الفلافل غادي نزولها البذور ديالها والراس ديالها. بالنسبه للفلافل اللي متوفر عندكم في الدار يمكن تستعملوا فلفل احمر اخضر اصفر اخضر اللي متوفر عندكم في الدار. غنقطع على هذا الشكل هذا وغنقطع مكعبات صغيره. من بعد ما قطعت الفلافل ديالي غنوضعها كذلك في الصحن اللي وضعت فيه الجزر والخيار. بالنسبة للخس غسلته وطبعا نشفته جيدا. غنقطعو لهذا الشكل هذا. يمكن تضعوا الخس في الصحن ديال التقديم كتفرشوه هو الاولاني ويمكن تخلطوه مع السلطه كيبقى اختيار ديالكم نتوما على حسب الذوق ديالكم. عندي كذلك غنضيف طماطم سوغيس غنقطعها الى نصفين غنستمر بالتقطيع ديالها. غادي نوضعها في واحد الصحن. عندي حزمه ديال البقدونس. بالنسبه للبقدونس يمكن تقوموا بالطحن ديالو مع لاصوص. انا ما بغيتش نقوم بالطحن ديالو بغيته يكون هكذا قطع. غادي نضيف كذلك للسلطه ديالي اوراق ديال النعناع اللي كنزول منهم العود ديالو طبعا من بعد ما غسلتهم ونشفتهم جيدا. الان غادي نقوم بالتقطيع ديالهم وغنضيفهم للسلطه ديالي كيف ما كتلاحظوا. بالنسبه للصوص ديال اللي غنخلط بها السلطه ديالي نحتاج عصير ديال الحامض طبعا كنزول له البذور ديالو. غادي نضيف له قليل من الملح على حسب الذوق. يمكن ما تضيفوش الملح في هذه المرحله هذه حتى تخلطوا السلطه وتشوفوا مذاق لان الزيتون كيكون مالح كذلك الذره كتكون مالحه. ضفت له كذلك نص ملعقه ديال الابزار وضفت له أبعد معلقه ديال مايونيز. يمكن تبدلوا مايونيز بالجبن. كذلك ضفت له القليل من المعدنوس اللي قطعته. بالنسبه للمكرونه ديالي كنت بردتها بالماء طبعا من بعد ما طابت وضعتها في الثلاجه حتى بردت تماما عاد خرجتها باش نخلطها مع الخضروات. ضفت على السلطه ديالي جميع العناصر اللي سبق لي حضرتها. غادي نضيف على السلطه زيتون اسود وزيتون اخضر كذلك غنزيد الذره. بالنسبه لي ما كتوفرش على الذره ماشي ضروريه تكون في السلطه على حسب المتوفر لديكم في المنزل يمكن تحضروا هذه السلطه. عندي كذلك التون بالزيت والان غادي نضيف لاصوص اللي سبق لي حضرته من السلطه. كتجي هاد لاصوص بنينه ولذيذه مع هاد السلطه هذه. كنتمنى تجربوها ودنا الاعجاب ديالكم.
بالنسبه اللي ما كتوفرش على مايونيز يمكن يبدلها بالجبن او بياغورت بيرلي، كيجي كذلك جبن طري مزيون في هاد السلطه. خرجت البيض ديالي من الثلاجه، غادي نفتحو على هاد الشكل هذا، هنوريكم الشكل ديال البيضه كيفاش كيجي. هذا هو الشكل ديال البيضه، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الان غنقوم بالتقطيع ديالها، ما كنقطعوهاش من الوسط اللي وضعنا فيه القلم، غنقطعوها بالعكس ديال اللي كان منزل القلم، باش كتعطينا الشكل ديال القلب كيف ما كتلاحظوا. كنتمنى هاد الافكار تنال الاعجاب ديالكم، كذلك تجربوها للاصدقاء والاحباب ديالكم. قطعت من عدة قطع حتى البيضات باش نزين بها السلطة ديالي. بالنسبة للسلطة وضعتها في الصحن ديال التقديم، الآن غادي نزين بقوالب ديال البيض بهذا الشكل هذا. صراحة جات هائلة وبنينة هاد السلطة، وكليناها تقريبا بوحديتها، حتى واحد ما ماكلا الأكل ديال الغداء اكتفوا فقط بهذه السلطة، لأن هي مغذية في نفس الوقت تشبع. وهذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، كذلك تبارطاجوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم الفائده. واللي كيشاهد القناه لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل كل جديد. دمتم في رعايه الله، والى وصفه اخرى باذن الله.